فهي البطولة الوحيدة القادرة على رسم ابتسامة حية في كل زوايا المكان، بعيداً عن الساحرة المستديرة وهموم السياسة. أنا عاشقة للمباريات اللي هي مستواها عالي، سواء كرة قدم أو تنس، فأتابع الدوري الإسباني مثلاً، وأتابع التنس بشكل مكثف. إسبانيا شو أنت، ريال مدريد ولا برشلونية؟ مع حبي واعتزازي لرونالدو. أشكرك، خلاص كل المشاهير هم يشجعون برشلونة. صحيح، ما أعرف شنو السبب إنه كلهم مجمعين عليه، بس أعتقد ميسي هو العامل الأكبر هنا بالتشجيع، لأن مبدع. ما أدري ليش، يعني مو لعب مشاهدة مباريات التنس. التنس لعبة فكر ولعبة جسد بنفس الوقت، وتعتمد كثير على التايمينج. ممتعة بالنسبة لي، يعني هي ميولي، فأحب دائما أتابعها. ودبي ما شاء الله عليها، أعطتنا الفرصة أنه نتواجد لايف ويا الأبطال هالمرة. السنة اللي فاتت حضرت فدرير، وهالسنة النهائي جوكوفيتش، وأشجع جوكوفيتش. جماهير الكرة الصفراء أصروا أن يكونوا شركاء أمسية الفرح في نهائي تحدي الرجال، حين امتص المصنف الأول ديكوفيتش حماس الثائر التشيكي توماس بريدتش الذي